القرآن شديد التفلت. ولذلك في هذه المناسبة يعني الحمد لله الذي أنعم علي لأني أمية لا أقرأ ولا أكتب ولا نعرف شيء، دخلت للمدرسة ووفقني ربي بشوي بالحرف بالكلمة بالآية حتى وفقني ربي، وجهد وربي إن شاء الله يوفق كل مؤمن يعني لهذا القرآن، وبالجهد جهدي وجهد المعلمين وجهد المقيمين، وربي إن شاء الله يفتح عليهم وربي إن شاء الله يكرم عليا بحفظ القرآن لمدة 5 سنوات. الحمد لله أتممت ختم كتاب الله الكريم على يد الشيخ حمزة مشرفي الذي أقدم له جميع الشكر والامتنان. هذا العام سيتخرج من المدرسة ما مجموعه 19 ما بين حافظ وحافظة، عدد الحافظات من النساء 13 و6 من الذكور، هؤلاء الستة كلهم من فئة الشباب. المدرسة خلال هذا العمر اللي هو عمر قصير يعني 11 عاما خرجت ما مجموعه 10 دفعات، تعتبر هذه هي الدفعة 10، ومجموع كل هذا الذين ختموا القرآن بما فيهم الذين حازوا الإجازة بالسند المتصل وصلنا الآن إلى عدد 110 ما بين خاتم وخاتمة.